ما هو الصرع؟ الصرع إذا نظرنا بالنظرة الطبية العضوية والنظرة النفسية ونظرة الرقاة بالقرآن فهو على أنواع ثلاثة أو أنواع ثلاثة. النوع الأول هو الصرع العضوي، وهو أنواع متعددة، هي نوبة مفاجئة من هذا الاهتزاز الشديد يعض على لسانه فتسيل منه الدماء، يفقد التحكم في التبول والتبرز أكرمكم الله، ثم يسقط على الأرض مغشيا عليه، لا يتهاوى تدريجيا وإنما مثل الخشبة فتسمع ضربة شديدة. هذا الصرع بسبب زيادة في كهرباء الدماغ، وله فحوصاته عن طريق تخطيط الدماغ وأحيانا عن طريق الأشعة المغناطيسية، أشعة المقطعية والرنين المغناطيسي. قد يوجد سبب، والعريب في الأمر أن نسبة كبيرة من المرضى لا يوجد سبب محدد، فيقوم التشخيص على الأعراض. طبيب الأعصاب هو من يعالج هذا النوع من الصرع. هناك صرع آخر يسمى الصرع الهستيري. ما هو الصرع الهستيري؟ هي نوبات من حركات شبيهة بهذه الحركة لكن لا ينطبق عليها تعريف الصرع، أثناء الضغوط تأتي فقط. أما الصرع العضوي فلا علاقة له بالضغوط، مفاجئ، بل قد يصيب الإنسان وهو نائم الصرع العضوي، أما الهستيري فلا يأتي أثناء النوم. أمر آخر في الصرع الهستيري، وهو يسقط ويتهاوى وينظر إلى الآخرين، ففيه شد لانتباه الآخرين، فيه فوائد للمريض تماما. الصرع الهستيري لا يحدث للإنسان بمفرده، إنما يحدث أمام الآخرين. أما العضوي كما أخبرتكم قد يحدث نائما، قد يحدث منفردا، ولذلك هذا الفرق بين الاثنين. الضغوط في الصرع الهستيري واضحة، فلا يحدث عادة إلا لشد الانتباه أو بعد ضغوط معينة، وهو نوع من أنواع أحيانا الهستيريا التحولية قد يأتي. الصرع الثالث وهو الصرع الذي تكلم عنه الرقاة، وهو صرع الجان، وأنا هنا لا أؤيد ولا أرفض، إنما أصف، فلي برنامج كامل عن هذا اسمه النفس والروح، تكلمت في 30 حلقة، ارجعوا له في اليوتيوب بالتفصيل عن هذه المسألة. هذا الصرع ينسبوه إلى الجن، وأن الجن هو مصدره، لكن الحالات التي رأيتها بعضها ينطبق عليها التفسير العضوي، بعضها ينطبق التفسير النفسي، وبعضها غير واضحة، فلا أقول أنها صرع جان ولا أرفض أنها صرع جان، لكن أقول مزيدا من الدراسة أفضل في الحكم على هذا. كيف يعالج الصرع العضوي؟ يعالج عادة باستخدام الأدوية، أدوية الصرع المعروفة تماما. أحيانا نحتاج إلى الجراحة حينما يكون الصرع شديدا في بعض أحواله، لكن الحذر الحذر، لأن ذلك النوع أو تلك النوع من الجراحة ربما أدى إلى تغيرات نفسية أو ما شبهها، فربما تبعثر ذلك الإنسان. النوع الثالث من الصرع أو النوع الثاني وهو الصرع النفسي، نحدد أسبابه، فعادة هو رأس أو قمة جبل الجليد. ما جبل الجليد الذي دونه؟ نحدده، قد يكون اكتئابا فيأتي بعده الصرع العضوي. أحيانا تأتي ما يسمى الهستيريكال أوفرلي، ويكون نكهة هستيرية ليس صرعا إنما تشبها بالصرع، إذن هو على درجات يتقنها الطبيب. لا تتجه إلى ذلك الشد للانتباه، إنما ابحث عن السبب الحقيقي، اكتئابا، قلقا أو ما شابه في عملية الصرع، فتستطيع أن تتجه إلى علاج الأصل النفسي لذلك الصرع النفسي. أما النوع الثالث وهو صرع الجان فليس من تخصصي، فاسألوا أهل الاختصاص فيه، ولي فيها كتاب كامل كبير اسمه العلاج النفسي والعلاج بالقرآن في 450 صفحة، فردت الحديث عن هذا الموضوع واصفا، وصفت فيه الصرع الجان، وصفت فيه مسألة المس والتلبس لا مؤيدا ولا رافضا، وصفت فيه مسألة الخنق وغيرها. ولهذا كما قلت في مظانه، وربما في حلقة أخرى أفرد لكم فيها الحديث.